الله يرفع عليك، الله يبارك عليك. داخل منزل صغير وبأوضاع صعبة، أقام أحد المعالجين الفيزيائيين مركزا للعلاج الفيزيائي للمصابين، وبدعم ومساعدة من كتائب في الجيش الحر، في ظل غياب الدعم بكافة أشكاله عن مدينة حمص التي يحاصرها النظام منذ ما يقارب السنة والنصف. يا أخي الرياضة حيوت، أنا بحب الرياضة من قبل الإصابة بفضل الله. لكن هلا الإصابة يعني جبرتنا إنه نطلع على هالمتناول نشتغل، الحمد لله رب العالمين استفدنا. يعني هلا صار لها 5 أيام تقريبا، بس قول استفدت 25 أو 40%. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. الشباب من عند الله أول وآخر. بآلات محدودة وقلة المختصين بالمجال الفيزيائي، يحاول الناس هنا قدر المستطاع العمل في ظل هذه الظروف للتخفيف من معاناة الجرحى والمصابين في مدينة حمص المحاصرة. هلا يعني شباب ما قصروا، فتح مركز معالج فيزيائي صحي عم بعالج فيه الحمد لله. يعني هلا الله سبحانه وتعالى من الاجهزه هاي ما كنا وصلنا لمرحله الحمد لله. محمد ابو قيس للشبكه سوريا مباشر حمص.